الله عز وجل كي يبتلينا بالخير والشر. ابتلاء الخير يقابل بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وابتلاء الشر يقابل بماذا؟ بالصبر. ونسأل الله عز وجل بقلب خالص صادق أن لا يقع مؤمن بين خيارين، لا رجل ولا امرأة، طلب الله تعالى أن لا يقع مؤمن بين خيارين، بين زوجه ووالدته، لا الرجل ولا المرأة، لأنه الأمر ماشي سهل، ياك سهل نقولوا جوج كلماتي ولكن ماشي سهل، اللي جربوا كيعرف الشدة ديالو، نسأل الله تعالى العافية. من ابتلي، ياك من ابتلي، أش غايدير؟ أولا يصبر، ثانيا أش غايدير؟ يصبر، وثالثا أش غايدير؟ ما عندوش حاجة أخرى. ليس له حل، ياك مع الصبر يقول يا رب ارزقني الحكمة، ياك يستعمل شوية ديال المدارات، ياك شوية ديال المدارات، يحرص ما يكونش طرف، ياك الكلام كله اللي سمعوا ما ياخذوش صحيح، ياك لا من الأم ولا من الزوجة، لأن كتبقى النفوس البشرية الحركة كدار ولكن التأويل ديالها، ياك الكلمة كدار ولكن كيبقى شنو هو القصد منها. فمن ابتلي سأل الله تعالى أن يخفف عنه، ياك وما عليه غير يلجأ لسيدي ربي إلى عنده الإمكانيات المادية كتيسر، لأنه كيشريهم بالفلوس، ياك كيشري هذه وكيشري هذه وكيتهنى. اللي كيتمحن بزاف هو اللي كتكون عنده قلة ذات اليد، ياك اللي كتكون عنده هو اللي كيكون أكثر تعب وأكثر، لأنه كيقول العين قصيرة ولا العين باصرة واليد قصيرة. فمن ابتلي نسأل الله تعالى الفرج، ياك يتعلم يداري، يتعلم الحكمة، ما يكونش طرف، ويلجأ الله تعالى يخفف عليه. لأن المجتمع ديالنا صفوف النساء كيحاول يظهروا أم الزوج عدو، وكتلقى النكت اللي كاينة بين النساء والأمثلة اللي عندهم وحتى الحكايات هي العدوزة. الأمثلة والنكت اللي عند الرجال شكون؟ هي النسيبة، يعني هي الحماد. معنى طبيعة المجتمع ديالنا في صفوف النساء كيرسم الأم وحش أم الزوج، وفي صفوف الرجال كيرسم النسيبة يعني أم الزوجة وحش. وهذا سرى، وهذا نطلب الله تعالى حنا يطهر الألسنة منهم، ولا ما هذه ظاهرة اجتماعية فاسدة، هك نطلب الله تعالى يطهرنا منها. هك المفروض هو أن نتعامل بالحسنى. الزوج ينظر الوالدين ديال الزوجة ديالو بحال والديه أيا كان تعاملهم، الزوجة أو الزوج المرأة تنظر الوالدين ديال الزوج ديالها بحال الوالدين ديالها، لأن لا تعاملت معهم بالحسنى راه تكسب القلب ديال الزوج ديالها، وهو لا تعامل مع الوالدين ديالها بالحسنى غيكسب القلب ديال الزوجة ديالو. وإلا جات شي حاجة فوق الطاقة قلنا شنو هو؟ أولا الصبر، وثانيا الصبر، وثالثا الصبر.